الطريق من فندق أنصار المدينة في المنطقة الغربية إلى ساحة الحرم. نلاحظ كده أحبابنا أن الفندق أصلاً أول فندق في المنطقة الغربية لساحة الحرم. نبتدي نمشي، وانت طالع من باب السلام هتلاقي أول فندق على إيدك الشمال. احنا الوقت ابتدينا نمشي عشان نشوف المسافة لبوابة ساحة لبوابة الحرم قد إيه. ده الفندق المقابل من ناحية اليمين، من الناحية التانية. ما شاء الله الطريق هنا واقع جدا ما شاء الله. خلاص وصلنا لباب الحرم اهوت، يعني اقل من نص دقيقة باذن الله. باب السلام رقم 316 بعد تعديل ارقام ابواب المسجد. مدخل رئيسي لساحة الحرم واشهر باب موجود للمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، باب السلام. يعني ما شاء الله الفيديو لا يتعدى 3 دقايق، واصلا المسافه يعني تقول لي 2 ان شاء الله المسافه من الفندق لساحه الحرم. احنا كده وصلنا للباب اهوت، باب رقم 316.